And this on this exercise D, page 11, بنات صف ثاني متوسط منهج العراق. Write this paragraph with the correct punctuation. طبعا punctuation قلت لكم إنها مهمة جدا في الإنشاء المرئي. So here we are going to write the punctuation. انتبهوا إحنا عندنا طبعا في بداية الكلام دائما في بداية الكلام سيكون البنكتويشن طبعا نستعمل كابيتال لتر. أول شيء مهم جدا نستعمل حرف الكبير. Here we are going to write N, capital N for Nora, Nora, and look at the name Dana. It's a name for a girl. So we are going to write it in capital, Dana. Nora and Dana wrote stories. يكتبون القصص for the class magazine. Magazine. And here we are going to put full stop. نقطة. نضع نقطة. يجب أن تروها جيدا. Both بعد النقطة أيضا سنضع capital letter. Both stories are very good. متى نضع الفاصلة؟ متى نضع النقطة؟ طبعاً عندنا هنا كلمة but. قبل كلمة but and هذه أدوات الربط conjunctions يسميها linking words كلمات ربط الجمل يجب أن نضع قبلها هنا كوما. هنا نضع الفاصلة. This is a comma. And we are going to write but here. But what? But the editor says. تبع على كلمة says. قال. عندما نقول قال يجب أن نضع هذه كلا two colon. Colon هاي النقطتين الرأسية الأفق العمودية. ونضع هذه قوس الاقتباس. قوس الاقتباس إما يكون واحد أو اثنان. طبعا الأفضل اثنان مثل ما كنا أيام زمان. نبدأ به what did he say or what does he say. He says she. عندما يقول شيء نبدأ أيضا بكابيتال. She can only print one. Which what? Which of the girls' stories will be the team choose? So she can only print one. I think Noura's is the best, Sarah said. هو ماذا قال لهم? She can only print one. تستطيع أن تطبع واحدة فقط. وأي من القصص من قصص البنات سوف تختارون. سوف يختار الفريق. ماذا قالت نورا? انتبهوا عليه. I think Noura's is the best. يعني أنا أعتقد قصة نورا هي الأفضل. انتبهوا على هذه التفاصيل الدقيقة. هنا يجب أن نضع نقطة هنا. نقطة. لماذا؟ لأن سوف يبدأ بسؤال. يسأل. Which of the, انتبهوا عليها, girls. هنا نأخذ اسم تملك للجمع. وشرحنا هذا الموضوع بداية سنة. Girls stories. Stories. لأن هنا عندنا فتاتين وقصتين. Will. إذا هذا جمع. هذا انتبهوا على girls. نضع اس الجمع ثم نضع apostrophe للتملك. Which of the girls stories will
will the team سوف يختار الفريق أي قصة سوف يختار الفريق will the team choose he asked them إذا هنا نضع علامة استفهام وننتهي بالكلام ينتهي كلام المحرر ونضع نقطة full stop بعدين عندنا كلمة انتبهوا عليها I think عندما قالت I think I لازم نضع أيضا قوسين الاقتباس I think نو انتبهوا على نورا لأن فتاة يجب أن نضع capital N نورا انتبهوا على الاس تملك here I'm going to put the apostrophe then S لأن هذه للمفرد إذا التملك سوف تكون فاصلة العليا هنا ثم نضع S I think Nora's يعني هو يقصد هنا Nora's story Nora she said I think Nora's is the best Nora's يعني Nora's story لم تذكر كلمة story لأنها سوف تكون معادة is the best أنا أعتقد تقول أنا أعتقد قصة نورا هي الأفضل انتبهوا على بعد هنا علامة الاستفهام لم نضع فاصل لم نضع كومة بالأسفل لكن هنا بعد هذه عندما نقول سارة سيد نضع كومة الفاصلة الفارزة then we say Sarah capital because she's a girl and the name of a girl name of girl Sarah said then we put full stop after that we are going to see the last line everyone agreed so Nora's story will be in the magazine إذا تقرأها بهذه الطريقة ما راح تفتهمها ولهذا قلنا علامات التوقيت مهمة جدا إذا بنبدأ بالكابيتال everyone طبعا هذا تمرين مهم جدا جدا agreed انتبهوا عليها قبل so أيضا من علامات من كلمات الربط الجمل but and so or we are going to put comma so نورا انتبهوا عليها نورا نوراز يعني قصة نورا نوراز ستوري will be in the magazine وهنا نضع full stop هنا هذه تسمى full stop يعني توقف تام full stop توقف تام لا أريد أن أطيل عليكم التمرين ولكن أرجو الانتباه جيدا لهذا التمرين وقفوا الفيديو وانتبهوا على القصة كيف كتبناها مرة ثانية بعلامات التنقيط وانتبهوا شلون افتهمناها أكثر وكان الله يحب المحسنين السلام عليكم